عايز اتكلم معاك بقى عن ماتش نهائي القرن. انت كنت موجود ما بين الاهلي والزمالك في نهائي افريقيا، كنت موجود على دكه البدلاء. احداث الماتش اكيد بالنسبه لك ما تنساهاش لغايه دلوقتي. انا عايز اقول لك ان ده اكتر ماتش فعلا نزلت عليه في حياتي، لان فعلا احنا كنا انت ماسك الماتش كله، عملت كل حاجه تقريبا، ما كانش ناقص بس انك تكسب. بس كنتوا نازلين عارفين انتوا هتكسبوا؟ اللعيبه نازله، مش هنقول عارفين، بس اللعيبه نازله عايزه تكسب. فانا نازلين الماتش ده هنكسب، وفعلا الاداء بتاع الماتش والسيناريو كله ما يديش عكس كده، بس الحمد لله. يعني ايه اغرب موقف انت استغربته في او اغرب سيناريو استغربته في الماتش ده؟ هو ان فجاه يعني انت زيزو خلاص كوره بتتشاط في العارضه جون، يعني خلاص جون، تيجي في العارضه ترد عليك بجون، فانت كانت في الدقيقه 80 تقريبا، فالماتش مات. انت بقى وقفشه بيشوط الكوره والكوره بتخش الجون، صدمه بقى على الدكه بقى، يعني ايه شعورك؟ ما بس صدمه، بقول لك انت بتتكلم في كوره ما فيش بينها ثواني او دقايق، كوره بتتشاط، فانت بالسيناريو غريب. انا فعلا قعدت بتاع 3 4 ايام ما بطلعش من البيت. اللعيبه يعني معظم اللعيبه لما كنت اتكلم معاه بيقولوا لي كده، هل ده فعلا حقيقي 3 ايام مش ما بتطلعش؟ انا فعلا انا يعني انا اصحابي كان لي اصحاب اهلاويه، انا اي حد بيكلمه ما بردش عليه، والله ما كنت برد على حد خالص، وما خرجتش فعلا. يعني انا اكتر من التمرين ما كنتش بروح في حته فعلا. ده الماتش الوحيد في حياتي اللي زعلت عليه بجد. خد منكم كتير الماتش ده عشان تطلعوا منه؟ لا، ان انا افتكر ان الفرقه كملت بعدها فتره كنا كويسين، لا ما خدتش. دليل ان احنا خدنا بعدها في الزمالك، خد دوري وكاس لا لا. الزمالك قريب انه يكسب بطوله افريقيا ولا لسه الموضوع؟ بص، يا الظروف السنه اللي فاتت بصراحه والسنه دي ان شاء الله الدنيا تبقى احسن، بين فرقه تبقى تقدر تنافس على بطوله افريقيا. بس نادي الزمالك طبعا نادي كبير، هو طول الوقت باي لعيبه عنده باي حد موجود هو يقدر ياخد اي بطوله،